ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الأحد 10 يوليو تموز 2022. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى، مواليد 21 مارس ل 31 مارس، في كتير من الموضوعات النهاردة في الوقت الحالي ده مش بتمشي بالصورة اللي انت بتخطط ليها. ممكن يكون عليك انك تقبل كتير من الحاجات اللي مش هتعرف تغيرها. ما تسمحش لخيبة أملك انها تبقى دايما بتمنعك من انك تتقدم وانك تركز على كل الحاجات اللي جايالك في الطريق، حتى لو كان بيستغرق الموضوع ده زمن منك طويل جدا. هتوصل في النهاية لهدفك بإصرار وصبر كبير. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية، مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل، هتتوقف كل الحاجات النهاردة من غير سبب واضح، على الرغم من انك بترغب في انك دايما تغير مسارك. حتى لو حبيت انك تلتزم بده، في الوقت ده هيكون عندك جدول موضوع لازم انك تهدو في مسارك علشان تعرف تبقى مختلف وتتجنب عقبات كتيرة، وما تهدرش كل طاقتك في محاولات علشان تتغلب عليها. ممكن تبقى بتاخد منك وقت طويل جدا في انك توصل لهدفك، لكن ممكن تكسب من خلاله كتير من الخبرات اللي بتعتبر قيمة. توقعات العشرية الثالثة، مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل، طريقك النهاردة بيزداد صعوبة أكتر من اللي انت كنت متصوره لما بدأ الموضوع. ممكن يكون في شخص بيحاول يبعدك عن خطتك أو حتى انه يحبطك. حاول انك ما تيأس وتدور كل الموضوع على انه عقبة هتحاول تتماشى معاها، وهتحاول تتكيف مع كل أفكارك علشان تتماشى مع كل الظروف الحالية. أي من الخيارين هيظهر ليك لو كان هدفك واقعي بيستحق عناء الوصول ليه أو لأ.